اتخذ حزب الوفد قرارا بالموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. وجاء في بيان الحزب أن القرار تم اتخاذه عقب اجتماع امتد من مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء لدراسة قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وأنه عقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي بالموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب.